على نايف بهذا التكريم وخلاص بعض الوجوه كنعرفهم حسن رضا حسن حسن طارق ونس علي ويمي الاول مره اول مره في حياتي كنصمت بشكل مباشر الساعه ضد البقال وغنقول لكم واحد الحاجه ما لقيت حتى حاجه كنختلف معاه فيها صدقوني فاجئني كيفاش يمكن يكون في وسط حزب سياسي كنقولوا عليه ما كنقولوا عليه طاقة وجرأة وضحية ونكران الذات وتجرأ وحياد مثل الأستاذ بقالي. هذا ماشي انتقاص من الحزب ولا بصح الطيبة بغيت نهضر كما كيقولوا يعني صوت مسموع. بغيت نقول جوج الأفكار إلا كان شي دلالات رمزية كبرى في المتابعة ديال الأستاذ البقالي خصنا نستشفوها ماشي لأنه هو الأستاذ البقالي أو لأنه ناقم الصحفي لأنه عطاكم واحد دلالة عطاكم واحد مؤشر ديال أنه كاين اللي كيقيل يسب ملي من الليصة ولكن ما كيطرالو حتى حاجة دونك الكلمة ملي كتطلق صادقة كالرصاصة من جهة غير قليل الاحتواء غير قليل المساومة غير قليل الانخراط في شي مشروع لصناعة الرأي العام على المقاس هذه كتكون كلمة خطيرة لأنها كالأسيد تفتت علاقة زوجية غير مشروعة بين السلطة والمال هنا خطورتها إلا كان الأستاذ البقالي في المغرب كامل الآن أيبونا كيف ما هو الأستاذ الهيني هو قالها وكان نبيل هذا الموضوع فلأنه المغاربة كيحسوا بلي كتختطف منهم شي حاجات كيتختطف منهم القضاء العمود الفقري لأي مجتمع واستقلاليته وكيتختطف منهم الحق في القول والحق في الحرية ديال التعبير ماشي بالمعنى ديال دخول الشيخ أنت وقول اللي بغيتي يمكن يتسامح معاك الدولة هو الوقت اللي يكون كلامك قادر انه يتبلور الفكره ماديه تخرج الجارح هنا كتهرب هذا النوع ديال 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 الحريه اليوم كاين واحد الاصرار كبير وراه نشالو الاستاذ البقالي كاين اصرار كبير على انه الدوله ترجع اليوم لمرحله ما قبل الدستور 2011 لانه كتبغي تقول للمغاربه كاملين حذاري ثم حذاري شي حد يعتقد على انه الدستور ديال 2011 جا ايقاع الشارع 20 فبراير ولا غير 20 فبراير انا المانحه انا القادره على اعاده النقاش من جديد وانا القادره على التحكم في النبض غادي ندير